نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، شوط اول نقدر نقول متوسط مستوى او اقل متوسط، ولكن البدايه كانت غريبه شويه. يعني خسرت اتنين لعيبه في اول 8 دقائق. يعني دي اغرب حاجه ايمن، مش عارف ايه المبرر. ما ينفعش 8 دقائق اتنين لعيبه اتغيروا واصابات عضليه، اصابات عضليه كمان. فما اعرفش يعني، المهم ربنا ان شاء الله يعني ما يطولوش ورجعوا بالسلامه. لكن التغييرات المبكره دي يا كابتن تاثر، هي من وجهه نظري افادت. يعني تغيير زياد طارق انا من وجهه نظري فادتنا. زياد طارق عامل حاله كويسه ولعيب كويس، دايما بيشيل بيها. عنده شخصيه كمان، عنده شخصيه كويسه ولعيب كويس. فا لا، شكل زياد شكل لا عايز يلعب وعايز ياخد فرصه وكده، شكله كويس طبعا جدا. حسام حسن كان بدل المباراه السابقه، يعني راس حربه وراس حربه، لكن هي بس المشكله ان صلاح محسن ما لحقش حتى، يعني ما جريش اساسا. ولا احمد عبد القادر السبرنت اللي فاتحه ما لحقش حتى، ما فيهاش حتى ايمن ما عمل سبرنت او خطوه مفتوحه تعور، يعني هو لسه مسخن اساسا. ما اعرفش يعني، الله اعلم. بس هي حاله عن سفان، عن سفان كبيره جدا كمان جدا. الاصابات المبكره دي عضليه، وبعدين في اخر الموسم، وفي اول في اول مباراه برضو فيها حاجه لازم تدرس فيها. المهم شوت اقل من المتوسط، لكن كنت ممكن تكسب. يعني ضربه الجزاء دي اعتقد كانت تطلعك على الاقل 1-0. شكلك الهجومي انت مش عامل ضغط هجومي قوي، يعني مش كل شويه انت عند الجول، بس شكلك احسن ضغط عليهم كويس. انت بتلعب فريق يعني متواضع فنيا تماما. تماما، يعني ما بيعملش حاجه غير هو انا عايز بس ادافع. بس انت عندك مشكله في السريع كده ايمن، اخطائك في نص الملعب في التمرير كتير زياده عن اللزوم. اعتقد الموضوع ده لو قل ان شاء الله ممكن تكسب المباراه ان شاء الله رب العالمين. كابتن سامر، رايك في احداث الشوط الاول؟ البدايه ما كانتش حلوه، وعين الاصابه احمد عبد القادر وصلاح زي ما علاء انا متفق معاه، نزول زياد وحسام ادى حماس مزدوج. حماس من زياد وحسام ان نزلوا، وزياد عايز يلعب ويعمل شغل، خاصه لما الراجل وداه ناحيه اليمين. أيوة. كان بادي بشمال، ما كانش مكمل اخبط. الحاجه الثانيه، اللعيبه نفسها ساعات لما بيحصل حاجات زي دي ايمن، في دوافع بتيجي من جوه اللعيب، استنفار من جوه اللعيب، فتحس ان في حماس بس في عشوائيه. يعني انت متحمس وعايز تلعب وكده، بس في عشوائيه شويه، بس في روح شويه. في، ما انا بقول لك يعني متحمس، روح موجوده باينه. ما انا بقول لك متحمس وفي روح ما باينه، بس بالزبط. انا بس في عشوائيه شويه. أي. الخطوره داخل 18 مش متواجده، الكلام اللي احنا كنا بنقول عليه النقص العددي داخل ال 18 في تحركات مكسوني وبقيه المجموعه داخل ال 18 مش كتيره. لكن في حركه كويسه من كريم فؤاد ناحيه اليمين، بالزبط. وعلي معلول ناحيه الشمال، بالزبط. يعني الاثنين عاملين ضغط كبير على الباكين. طبعا ضيعنا ضربه الجزاء، وفي فرصه خطر قوي لحسام حسن اللي معلول عمله بالعرض واتزحلق، والكوره كمان اللي خطر زياد اللي خطفها كريم. زياد. لان مع احترام احمد الكومي مرتبك تماما، اللي هو السيرد باك رقم 36 بتاع المقاولين، يمكن فاروق واقف على رجله. الكوره دي برده كانت فرصه هدف، هم ليهم كوره اللي لعبوها في الضربه الثابته اللي اتعملت بالهيد والشناوي طلعها. لكن لابد ان احنا ندوس اكتر من كده، صح. وانا برضو في حاله طبعا لما يجي الكابتن ناصر، انا شايف ان امير عابد كان يستحق الطرد. ضرب حمدي فوق عند السمانه، عند الساق من فوق، مظبوط. طبعا دي الكابتن ناصر يقدر يتكلم عليها، لكن بصفه عامه لازم نضغط اكتر من كده، لان محتاجين جون يعني. صحيح. الشوط الاول يا كابتن عادل كان ممكن النادي الاهلي يطلع كسبان، وهو النادي الاهلي كفته ارجح، النادي الاهلي هو اللي مسيطر. الشوط الثاني ايه اللي ممكن يحصل من مستر ريكاردو؟ هو المفترض ان انت شفت زياد طارق لما لعب في المكان في اول ما نزل، لما لعب في المكان الخطا بتاعه، اللي هو ناحيه الشمال. ما اداش كويس، وبعدين لما راح ناحيه اليمين ادى شويه كويس. دور مكسوني هنا ايه؟ يعني انا شايف ان هو في المباراه دي دوره قليل. لا يعني لما زياد راح الناحيه الثانيه دور مكسوني ايه؟ ما هو المفروض يلعب طرف شمال برضه، يرجع مكانه. لكن بص يا كابتن، كتير يعني احنا بنتكلم على انه انت في حاله لا يرثى لها، يعني انت مش كويس في الفتره دي، فيجب انك الافضل يلعب. بمعنى ايه؟ بمعنى مكسيوني ضيع وقت في التايم اللي لعبه، ما تزودش كتير معاه. يعني
يعني هو مش هيعمل لك النقله الثانيه. يعني حضرتك بتقول لي دلوقتي دوره ايه، انا مش شايف يعني مش عارف احطه فين. انت فاهمني؟ فانا بقول احيانا ممكن تلعب بلعيب اخر في مكان تاني يبقى افضل. يعني انا شايف انه اول حاجه يعملها لازم يعمل تغييرات علشان يظبط الملعب شويه، لانه زياد طارق لما راح ناحيه اليمين بقى افضل، ده مكانه. أيوة. طب مكسيوني اصلا مكانه ناحيه اليمين، فلما راح الناحيه الثانيه اصلا ما كانش بيعدي في اليمين، فلما وديته الناحيه الثانيه فافتكر انه ما تضيعش وقت كتير انه تغيره بسرعه. طيب لو في تغييرات يا كابتن الشوط الثاني كابتن بلال. بص احنا الشوط الاول يعني مسيطرين، بنشتغل صحيح. شغالين كويس، ضيعنا ركله الجزاء في انفراد لزياد ضيعه، كان ممكن نسجل هدف الشوط الاول، واحده لحسام حسن الشوط الاول اللي اتلعبت بالعرض من علي معلول. في حيويه الشوط الاول صح. في حيويه، يعني شايف النادي الاهلي ممكن ما يكونش هجماتك كتيره لكن في خطوره في الهجمات، في حيويه في اداء لعيبه النادي، في رغبه النهارده في المكسب. الظروف مش مساعداك، يعني النهارده اصابتين في اول 10 دقائق كتير برضو على فرقه النادي كتير، خد بالك كمان على المدير الفني طبعا، انك انت النهارده بشتغل النهارده بصلاح محسن، فجاه صلاح محسن طلع، هبتدي ادور تاني صح. بدور على حسام حسن، خد بالك انت برضو بتبقى محتاج ساعات الشوط الثاني عناصر تعمل في ظل الاجهاد تعمل لك حاله من الفوقان صح. فانت ممكن تفتقد العناصر دي الشوط الثاني لانك انت اوريدي اصلا اشركتها الشوط الاول صح. فانا بشوف النهارده يعني ممكن محمد محمود ينزل، يبقى له واجب هجوم النهارده، ممكن تستغنى عن واحد من الميد فيلدرز، ممكن تستغنى عن حمدي فتحي ويلعب لوحده أليو ديانج، وتلعب برباعي امامي عشان تقلب يعني وتغير الكفه شويه، يعني يبقى صحيح. عندك لعيبه كتيره في الحته اللي قدام، لان احنا بنروح بس ما فيش كثافه عدديه صحيح. كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني، تحقيق الفوز. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.